هذا وكان قد توافد حجاج بيت الله الحرام منذ ساعات الصباح الأولى إلى مشعر عرفات بعد قضاء يوم التروية في منى لأداء الركن الأكبر من الحج قبل النفرة إلى مشعر مزدلفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك. يوم من كل عام يقضيه الحجاج على صعيد عرفة مؤدين ركن الحج الأعظم من فريضة الحج، في لحظات علت فيها أصوات التلبية وأشرقت فيها الأجواء الإيمانية والروحانية وانشطرت فيها القلوب طلبا للمغفرة والرحمة. يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم ملبين لله تعالى، وارتفعت أياديهم بالتضرع إلى الله. بعد أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة أمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى الظهر مقصورة ركعتين ثم أقام، فصلى العصر مقصورة ركعتين ثم وقف في عرفة على ناقته يذكر الله جل وعلا ويدعوه حتى غرب قرص الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة وكان يوصي أصحابه بالرفق ويقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بالإضاع. وبعد أن من الله على الحجاج بالوقوف على جبل عرفة، يتجه حجاج بيت الله الحرام مع مغيب الشمس إلى مشعر مزدلفة ليؤدي ضيوف الرحمن صلاتي المغرب والعشاء اقتداء بسنة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام، ويلتقط بعدها الجمر ويبيتون في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي، ثم التحلل الأصغر والعودة للكعبة الشريفة من أجل القيام بطواف الإفاضة. وتعد هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم. وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام سهولة وسلاسة في الحركة من خلال استخدام قطار المشاعر، إضافة إلى الطرق الواسعة التي سلكها حجاج بيت الله بمتابعة من رجال الأمن الذين يهبون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم.